غادي نرجعوا لهذا بالخيضر اللي ما بغاش يجاوب على داك الجواب، غادي نرجعوا ليه في قضيه التصوف. كيفاش دابا هو راه تشيع هذا بالخيضر، دخل للتشيع، ولكني ماشي غريب. علاش؟ لانه هو اصلا صوفي وخرافي وعباد من عباد القبور ويمارس الشرك، فما عنده حتى شي مشكل، لان كاع هذا الشيء موجود في التشيع. لذلك هو قال لك بانه ما لقاش شي فرق بين التشيع وبين شتو التكوين ديال هذا الرجل. اذا يعني ماشي غريب انه يرتمي في احضان التشيع، لانه هو اصلا يعني بعيد عن العقيده الاسلاميه الصحيحه اللي كيقول لك انت كيتوسل بالاولياء ويتوسل بالصالحين. ايضا الشيعة الروافض يعبدون القبور ويتوسلون بها، وهذا الشيء راه ماشي غير في المغرب، العالم كله اللي كيبدا اي منطقه كيبدا فيها التشيع اول واحد كيعنق التشيع هما الصوفيه.